بالزداوي هما يقبضوني يضربوني بدا عليا في العصا انت الله يرحم والديتي. كسيدة كسيدة الله يختي لك كسيدة في الجاي كسيدة هادشي اللي وقع لنا الجاي كاميرا مان قاتل. غادي نديرو لكم شي في اطار انفتاح الاداره العامه المديريه العامه للامن الوطني على مختلف الفعاليات الاعلاميه، المديريه العامه للامن الوطني اتخذت مجموعه من التدابير الامنيه اللازمه بمناسبه حلول السنه الجديده على غرار بقيه المدن بالمملكه. ولايه امن مراكش بدورها تلقت تعزيز خاص بهذه المناسبه، وتم وضع خطة عمل لتأمين جميع الشوارع والأحياء والمنشآت السياحية في إطار عمل استباقي واضح، أولا لتكريس الإحساس بالأمن ومحاربة الشوائب وتوفير الظروف الملائمة للساكنة ولبقية زوار المملكة أجانب ومواطنين. Le voleur, il est venu avec un vélo, il nous a tapé, et puis bon, une fois, deux fois, je l'ai poussé, il m'a ouvert la poche, il a pris ma sacoche et il est parti. كنوضعوا مجموعة من التدابير الأمنية، يعني كنوزعوا الحصيص يعني الموظفين ديالنا على بخصوص النقاط السوداء، كذلك مجموعة من النقاط اللي كتشهد اللي كتعرف توافد مجموعة من المواطنين وكذلك أجانب، باش تمر هاد الأجواء ديال الاحتفال في جو آمن. وفي هذا الإطار كنحاربوا الجريمة بشتى الأنواع ديالها بما فيها السك العلني أو مثلا السرقات أو التشرد إلى آخره. منير السلام عليكم.
بن داوي هما يقبضوني يضربوني في داهيه في العصا انت الله يرحم الواليجي انت الله يرحم الواليجي شوف هاد الحاله هادي انت شوف انت الجنيه ها هي الله يرحم الواليجي هاد الجوج جالسين جايين من الباب تيقول لها انت يا موسخ انت يا متحرم تيقول لها انت يا موسخ بابا انت نزفت امك انا شي قنت كاع ماكي ولكن خصهم يكونوا رجال.